بقول عليه ده اللي هو ايه؟ في حب مصر. في حب مصر من اهم النصوص اللي انا بتكلم عنها. انا قلت سيناء ارض الفيروز وفي حب مصر، انا عندي المنهج كله مهم وكله له اهميه، ولكن في حب مصر يمكن انا حاسس بحاجه غريبه قوي هقولها لكم في الشرح دلوقتي، ان نص بيشمل كل حاجه. هحول لكم بعض الاشياء لنحو، بعض الاشياء لتعبير نقدر نكتب فيه كله في حب مصر. تعالوا اما اقول حب مصر اللي انا بتكلم عنه هنا، الشاعر مصر بتعتب عليه، بتلوم عليه، غاب عنها فتره كبيره، فمصر الام الحانيه بتقول له كنت فين؟ انا كده زعلانه منك، انا الام اللي ما ينفعش تستغنى عني، ما ينفعش تبعد عني، انا الام اللي لو بعدت عني زي ما احنا قلنا كده اللي يشرب من ميه النيل لازم يرجع لها. هي بتقول له كده وبتلوم عليه، فالشاعر بيصور لومها، وهو زعلان في الاول من لوم الام او لوم مصر، ولكن يعي العباره ويعرف ان الام ديت ام من الشرفاء، ام من العظماء، ام لها قيمه اللي هي مصر، عشان كده كان عتابها معاها حق. تعالوا بقى، قراءه النص مهمه جدا، لان لقيت بعض زملائكم، يعني زملائكم الناس اللي هي بقى كمان ابناء مدرسه على الهواء وابناء مدرسه اونلاين وابناء مصر التعليميه بيقراوا غلط للاسف، او في بعض الاخطاء، عشان كده هحاول اقرا معاكم كده وركز في القراءه قوي، وانت هتعمل لي بقى اللي انت هتقوله دلوقتي. بص كده في القراءه، اول بيت: اتنكر ما بي من هواها لها العذر، زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر. خد بالك ده اول بيت واهم بيت ومفتاح النص كله في هذا البيت. انا لو جيت اقول لك اشرح البيت ممكن اكون ايه، دخلت في حته تقول لي شرح. انا هسالك سؤال والسؤال هو شرح هذا البيت، بقول لك ايه بقى؟ ما موقف الشاعر عندما احس بمعاتبه مصر له، او البلد له، او البلد التي ينتمي اليها؟ موقفه ايه؟ عمل ايه؟ في الاول الشاعر حس بمعاتبه له على ابتعاده عنها، فبيقول ايه بقى؟ كيف تنكر مصر حبي لها؟ ما هو بيقول في الاول اهو: اتنكر ما بي من هواها، في الاول من غير ما يتكلم. وراح قايل ايه بقى؟ لغايه هنا ده السؤال. هو الاول تعجب، في تعجب وعجب من انكار مصر لحبه لها، وبعدين راح قايل ايه بقى؟ لها العذر. لا ده معذوره. ليه معذوره؟ خد بالك بقى، كيف تنكر حبي لها وقالها، وبعدين قال ايه بقى؟ لها العذر. ليه؟ هي صاحبه الحسن والشرف الرفيع. شوف، حسن حسب نسب شرف رفيع الوفير الكثير، هو ده، هي صاحبة الحسن الايه؟ الرفيع. خد بالك بقى، جري برضو جري، نقول كده: اتنكر ما بي من هواها. ودي انا حتى لو ما كملتش النص عاوزك تتعلم ازاي تذاكر نصوص. الهدف من مصر التعليمية والهدف من مدرسة اونلاين ازاي تذاكر حتى لو انت هتطبق على اللي احنا بنقوله. يعني انا بدأت شرحي، بدأت لنفسي بسؤال فجاوبت السؤال، منها شرحت ومنها ايه، اتسألت سؤال فجاوبته. طيب اتنين: مواطن الجمال، هدخل على مواطن الجمال في بيت واحد. ايوه في بيت واحد، اللي هو عشان تعمل ايه؟ لو في بيت كثير وفي صراء من اللي هو مواطن الجمال، خد البيت لوحده واشرح معاه لوحده. اتنكر ما بي من هواها، هنا بقى اللي هنا ده، اتنكر مش ده استفهام؟ من غير ما تتكلم يبقى في اسلوب استفهام. طيب دايما لما يكون الاسلوب في اسلوب مدح، في اسلوب استفهام، في اسلوب امر، ايا كانت الاساليب لازم يكون له غرض في كل الاحوال. الغرض منه ايه بقى؟ اظهار اللوم. ما هو جايب اتنكر، يعني انت بتتعجب، يعني انت بتظهر اللوم او العجب لعدم معرفه مصر ما في قلبه من ايه؟ من حب الله. ما هي مصر لما تلوم، الام لما تلوم ما تعرفش ان الابن بيحب قوي، الابن بيعشق هذه الام، فهو بيتعجب. فهنا اسلوب الاستفهام غرضه الايه؟ اظهار اللوم والتعجب لعدم معرفه مصر لحبه لها. طيب التعبير بقى بما، ما بي من هواها دي بنسميها ما الموصولة، بتفيد ايه بقى؟ العموم والشمول. خد بالك بقى، يعني دي اصطلاحات، وهقول لك هنا في النص بعض الاصطلاحات اللي هتمشي في كله، تمشي في كل النصوص، تلاقي في حاجات كده نحفظ بس اللي فيها. يبقى ما الموصولة تفيد العموم والشمول، زي ما انا كلمتك قبل كده على النكرة، مش كنا نتكلم لما ايه النكرة هنا المقصود بها العموم والشمول، هي برضو كلمات من ضمن الكلمات اللي بتفيد الايه؟ العموم والايه؟ والشمول. طيب بص كده، لها العذر، هو قال اسلوب، بص كده التوكيد، عندي حاجه اسمها تقديم وتاخير، هو قدم الجر ومجرور، هو لا المفروض تقول ايه بقى؟ العذر لها.
لما اقدم كلمه لها ده اسلوب اسم اسلوب ايه توكيد اسلوب ايه تاني توكيد لما اقدم وسيلته تقديم الجر والايه والمجرور تاكيد على ان هي معذوره فعلا زهاها الصبا والحسن خد بالك بقى والحسب الوفر خد بالك من دي زهاها بيصور مصر بايه فتاه جميله فيها صبا وحسن وحسب ونسب وكل ده بس ادوات التجميل ايه ادوات الميك اب بقى اللي هي بتعمل بها التجميل بتاعها اللي هو ايه بقى حسب نسب عظمه وده معناها اعجاب الشاعر بمصر اللي هي الام ام الدنيا ان شاء الله طبعا لما اقول بقى العطف و و و و و انت لما تيجي تحكي مش ساعات لما تيجي تحكي على محاسن حد او جمال حد تقوم تتكلم كتير قوي وكذا جميله ومؤدبه ورقيقه و او شجاع ومهذب ومجتهد كل دي و و و و تعدد محاسن عشان كده تكرار العطف في النص او في هذا البيت بيفيد تكرار المحاسن في ايه في مصر او في حب مصر طبعا دي كلها حاجات انا لو اتكلمت عنها مش هقعد اقول كتير قوي بص برضو انا مش في البيت الاول بس انا بكلمك على اللي موجود هنا افرى بيت في النص والبيت الاول ليه من المعاتب المعاتب اللي عاتب ومن المعاتب اللي تعاتب وما سبب العتاب خد بالك من الاثنين معاتب اللي هو اسم الفعل اللي موجود عندي ده اللي هو تعاتب مين طبعا الشاعر طب مين اللي عاتبه مصر اللي هي الام طب ايه سبب العتاب خد بالك دي كلها اجابات لازم تقولها يبقى ايه سبب العتاب هو الغياب او الهجر فتره طويله عن الام طيب برضو كده بما وصف الشاعر مصر خلاص بقى جميله ذات شرف رفيع ذات حسب ذات نسب ذات قيمه رفيعه وسط الامم كل دي حاجات طبعا بقى نقول الابيات كده اللي فاضله عشان نتكلم بسرعه رويدك انا في العلا يوم ننتمي كلانا ابوه النيل او امه مصر لنا ذروه المجد الذي تحت ظله تناسلت الاحقاب واعتمل الدهر طبعا كل ده انا هقول بقى يعني ركز في النطق انا مركز قوي معاك الشاعر بيوجه حديثه لمين؟ بيحاول التفريق اللي بيحاول الناس اهدى اهدى شويه اللي عمال يوقع اللي عمال يحاول اثاره الفتنه ما بين عنصري الامه المصريه مصر صاحبه مجد ورفعه ونحن جميعا خد بالك بقى من دي عنصري الامه نسيج الامه واحد مسلمين ومسيحيين بننتمي لايه بقى هو اللي قاله؟ اب واحد هو النيل أم واحدة هي مصر ونفخر بهذا الانتماء شفت التشبيه عشان هنحتاجه في مواطن الجمال الأب النيل والأم مصر والمصدر واحد إذن فالإيه كلنا إخوة صح كده ونعيش في قمة المجد ده بقى ليه بقى مع مرور الأزمنة ومرور العصور مصر أو مجد مصر منبع تدفقت منه ايه امجاد شفتوا التعبير الجميل امجاد الامم الاخرى يعني الامم الاخرى بتستقي حضارتها بتستقي مجدها بتستقي شرفها بيتعلموا احنا لما بنسمع بقى كده عظماءنا وبنسمع كل الحاجات دي ودايما لما نسمع فخامة الرئيس يقول لك ايه مصر ام الدنيا هتعلم الدنيا الشاعر بيقول كده على فكرة علمت الدنيا وعلمت امم الدنيا الشرف والعظمة والكبرياء في كل حاجه هي مصر عشان كده اثاره الفتن مش بقول لكم النص مهم جدا اثاره الفتن يعني هو عاوز يقول له روايدك يا اللي بتثير الفتن تمهل مش هتقدر يعني خلاص اللي انت بتعمله ده احنا عارفينه كمصريين يبقى مسلم مسيحي نسيج واحد قماشه واحده مفيش حد هيقطعها مفيش حد هيفرق ما بين ايه اللي هو بنسميها احنا كده نسيج الامه الواحد لن يتفرق طب بسرعه عشان نخوض بقى المواطن الجمال هو قال له ايه بقى روايدك طيب اسلوب الامر غرضه الالتماس عشان خاطري اهدى عشان خاطر نهدى طيب انا في العلا مصر بتتكلم بقى اهو اسلوب مؤكد بايه بان فين في العلا يدل على مين برضه عظمه المصريين جميعا خد بالك من دي بقى كلانا ابوه مين النيل او امه مصر بيصور من غير ما اتكلم ده تصوير تشبيه بيصور النيل بالاب ومصر بالام يعني هنا بيوحي بقوه الايه الوحده بين المسلم والمسيحي او بين شطري الامه او بين نسيج الامه الواحد استخدامنا بقى دي في ان وكلانا طبعا ان كلانا زي ما تيجي تتكلم تقول نحن 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 ده كلها بيدل على ايه نسيج واحد او وحده مترابطه
بيقول لنا ذروة المجد، قمة المجد. وهنا صور المجد، أنا عندي كلمة قمة يعني جبل أو قمة الجبل، خد بالك بقى كده. يبقى المجد عندنا إيه؟ جبل شامخ. جبل إيه؟ شامخ، له قمة فوق عالية. عشان كده عظمة المصريين وعلومهم مكانتها اللي محدش هيقدر ينالها، لأنها في القمة فوق، محدش يقدر يجيب اللي فوق ده. اسلوب طبعا التوكيد اللي هو لنا، وانا لسه قايلها في اللي فات او في البيت اللي فات الاول لكلمه لنا، ادي الجر والمجرور لما قدمه، تقديم الجر والمجرور ده معناها انه ايه؟ توكيد. خد بالك من تناسله الاحقاب، الكسره، الاحقاب دي كائنات حيه بتتناسل، بس هو بيقول ايه فيها؟ ايه؟ تناسلت، يعني مش نسل واحد، ده توحي بكسره الامم الايه اللي تعلمت من حضاره مصر من قديم الازل، قبل الميلاد، من الفراعنه، ما قبل الخلق. المصريين هنقول، بلاش نقول كلمة أكبر من إن إحنا إيه؟ أم الدنيا، خلينا نسميها كده، هنقول أسياد العالم، هنقول كلام كبير، ولكن أم الدنيا اتعلموا منا كتير. وإحنا عارفين الحضارة المصرية، الحضارة المصرية نقل عنها كل العالم، يعني هي كانت زي ما بيقولوا كده اللمبة اللي أنارت، نقول شمس أنار، نقول ليد زي ما إحنا بنعالم في عالم الليدات، أنارة للعالم كله اللي هو كان إيه؟ جهل أو ظلام، اللي هو الجهل اللي كانوا يعيشوا فيه. الأحقاد طبعا الجمع للكسرة، وده بيدل على عراقة المصريين. بينتسب المصريين تاني إلى أصل واحد، وضح ذلك، ده سؤال. طب ما هو قالها، بينتمي المصريين جميعا مسلمين ومسيحيين إلى إيه بقى؟ مش في آل النيل أب والأم مصر هو واحد، يبقى أم واحدة وأب واحد، يبقى نسيج واحد، يبقى لا فرقة أبدا. ركز معايا برضو في اللي جاي. وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا، ابن يعقوب اللي هو سيدنا مين؟ سيدنا يوسف في أرض مصر، كان عزيز مصر هنا. إن أنكروا، وانتوا عارفين مين اللي بينكر؟ الحاقد، العدو أيا كان هو ينكر. فموسى على ما أنكروا شاهد بر. خد بالك من دي، يعني أنا جبت اتنين من الناس اللي هو إيه؟ أنبياء الله. أنا بقول موسى ويوسف، لو انكرت يوسف عندنا موسى. بيننا، شوف بقى بيننا ايه؟ على آداب عيسى واحمد. طبعا احمد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى عليه السلام، يبقى هنا ادي المسيح وادي سيدنا محمد، الاسلام كله منازل عز دونها يقع. انا عاوز بس تنطق لي دي كده، البعض، هي كلمة نسر اللي موجود، نثر بالسين مش نثر بالثاء اللي يعني النصوص النثرية، لا، هو نجم في السماء او نجوم في السماء او حقائب نجوم في السماء، ويرمز لها برضو بطائر النسر اللي هو الايه؟ الطائر اللي هو الجارح، اللي هو القوي اللي فيه الحاجات دي كلها. طبعا يبقى ان انكر بعض الحاقدين اقامة نبي الله يوسف فيها، لو قالوا لا يوسف ما جاش مش هيستطيعوا تجاهل ايه؟ دور مصر في تنشئة نبي الله ايه؟ موسى. طبعا خلينا اقول بقى، نخش بقى، ان انكروا، التعبير بان ده شرط يفيد ايه؟ في الشك في انكار الحقائق التاريخيه. اصل انت لما تيجي تشككني في ان ايه حصل وحصل وحصل، اقول لك لا شكرا بقى، إيه؟ بشكك فيها. استخدام ضمير الغائب في انكروا، ما انا بتكلمش عنهم، انا ما ايه؟ ما قلتهمش. دايما حته التحقير للشخص، ان انا ممكن ما اقولش اسمه، عشان ده ايه؟ اقلال من شانه، تحقير من شأنه. انا بقوله ايه؟ وان انكروا، انا سبتهم ما اتكلمتش عنهم، ده تحقير للشأن. عارف لو قلت اسمهم ان انكر كذا وكذا وكذا ما بنا من مجد، يبقى انا بديهم قيمة، ذكرت اسمهم يعني ايه؟ اديتهم قيمة عندي. لكن انا بقول ايه بقى؟ وان انكروا، التجاهل، التحقير، لانهم عندي لا يعنون شيء، انا ما مش فارقة معايا، قولوا زي ما انتوا تقولوا، احنا نسيج واحد، احنا بلد واحدة، احنا مسلم مسيحي اخوة. هو ده اللي عاوز يقوله الشاعر في هذه الابيات الجميلة اللي احنا اتكلمنا عنها. اخر حاجة بقى هقولها، فموسى على ما انكروا شاهد بر. خد بالك بقى ان انا بجيب سيدنا موسى الشاهد على عظمة ومكانة مصر. طبعا انا اتكلمت برضو في التوكيد، وقلت لك لما اجي كلمه على ما انكروا، التقديم والتاخير، ادي على الجر والمجرور اللي انا بقول عليه، ورسالته تقديم الجر والمجرور، انكروا، ودي شاهد الانكار، والشهاده اللي هي الاثبات. بينما طبعا او بينهما التضاد اللي حصل ده بيوضح الايه؟ المعنى. وصف كلمه شاهد ديت يعني ايه؟ تؤكد صدق الشهاده. يبقى لما اجي اتكلم على انكار واتكلم على كل اللي انا بقوله، في الاخر بقول ايه بقى؟ يعني انا دايما لما اشبه، وجاي الشاعر كده جميل قوي وهو بيتكلم على
تحديدا سيدنا يوسف وسيدنا موسى ان يتكلم للمنكرين لفضل مصر وعظمة مصر، يقول لهم بقى الانبياء يشهدوا لو انكرتم هذا ما انكر موسى عليه السلام. طبعا مصر مش محتاجة